كلنا بنحب يكون عندنا لبس كتير ومختلف وحلو وشكله جميل. النهارده هنجيب لك حل بسيط لو بتحبي تغيري في لبسك كتير، لان الحزام بيعتبر من اكتر الاكسسوارز اللي بتقدر تغير شكل لبسك بنسبه كبيره وبتخلي شكلك يطلع مختلف تماما. ففي التقرير ده هنقدم لك افكار وتنسيقات ازاي تكملي جمال مظهرك باستخدام الحزام بطرق متنوعه. الحزام من أهم الإكسسوارات اللي المفروض تبقى عندنا في الدولاب، عشان ممكن تدينا خيارات كتير ممكن نعملها في الأوتفيت بتاعنا. بس الحزام له اختيارات وبيليق على ناس وناس لا، فلو مليانة ممكن يليق عليكي في أوقات وأوقات لا. ولو قامتك مش طويلة اوعي تلبسيه مع جوب أو فستان طوال. خدي بالك جدا، واللي هنقدمه لكم النهاردة اقتراحات للبس الحزام بطرق حلوة. يعني لو عندك شغل الصبح تقدري تلبسي جاكيت اسود مع قميص ابيض وبنطلون بني وحزام جلد نفس لون البنطلون، وبنضارة شمس هيكون شكلك مختلف وشيك لان ده هيكون مستوحى من الطراز القديم. لو عاوزة لبسك يكون شكله حيوي وكاجوال، دايما احرصي انك تلبسي الحزام على بنطلون الجينز. من احلى الحاجات اللي ممكن تنفذيها انك تلبسي حزام على فستانك المفضل، وده بيكون لوك مبهج جدا للبحر او لحفلة صغيرة أو أي مناسبة خاصة. أما لو بتحبي تكوني على أحدث موضة وعايزة تعملي لوك سيمي فورمال شوية، ممكن تجربي الجوب السودا الماكسي مع قميص وحزام بأي درجة تفضليها من الدرجات الترابية. البلوزات الموردة الفلوري من أحلى الحاجات اللي مكملة معانا طول السنة، سواء في الصيف أو في الشتاء، عشان كده جربي تظهري بيها بلوك مختلف بأنك تلبسيها مع حزام. كمان ممكن لو عندك خروجة بالليل تجربي تلبسي بلوزة أو توب أو فستان مع حزام مطرز أو لامع، وهيخليكي تظهري بلوك أنيق. اللبس الكاجوال طبعا ما بنستغناش عنه وبيكون مريح، عشان كده بنحتاجه طول الوقت. فلو عندك خروجة سريعة أو رايحة الكلية أو الشغل، جربي تلبسي بنطلون جينز مع تي شيرت منقوش لونه فاتح مع كعب عالي ومعاهم حزام جلد. ولعشاق اللون الأبيض تقدري تلبسي بحزام ذهبي بيكون أنيق لمناسبة بسيطة أو خروجة بالليل. الحزام بيدي شخصية لللبس، لكن المهم بتستعمليه إزاي بشكل أنيق.